قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات وغالبيه المدن المصريه. اتفضلي دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر والامه العربيه والاسلاميه بالف خير يا رب. رمضان كريم. صعب اول يوم شغل كده في رمضان ولا بالنسبه لكم طبيعي النهارده؟ لا تمام، انا نمت كويس الحمد لله. يعني عندنا ساعه زياده كانت لطيفه، بس المشكله ان احنا لاحقين الصيام من اوله يعني. لا، وشاذلي بيقول ايه، احنا خلينا حضراتكم تصحوا ساعه متاخر، احنا اللي صحينا ساعه متاخر مش لا، والناس اللي بتتابعنا كمان اكيد بدل ما يصحوا 7 يصحوا 8. ضمنا معاهم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. خلونا نبدا معاكم جولتنا النهارده بجوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا من محافظه القاهره، والنهارده اول يوم في رمضان، واتغيرت مواعيد العمل الرسميه واصبحت من الساعه 9 الى الساعه 2 عصرا، وده هيخلي ساعات الذروه بتتغير لانه دايما بيرتبط بدخول وخروج الموظفين وطلاب المدارس. خلونا نبدا معاكم من ميدان عبد المنعم رياض، اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه وفي شوارع ثانيه. هنلاقي كمان في سهولة مرورية، لكن على طريق الكورنيش هنلاقي في كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه إلى المؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات وصولا للمنصة، وبدأت تظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة. كمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء هناك بعض الكثافات. شهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة، هنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان بدأت بتتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند ضلع الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق الماريوتية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية. في كثافات أمام المتجه إلى كوبري جيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. نروح معاك لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش أي كثافات، ومنه إلى الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرية في طريق الإسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد في أول أيام رمضان. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. مكملين جولتنا ونروح بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر، واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا المرورية خلونا نستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في أول أيام رمضان. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 33، وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة.